عقد يوم الخميس 6 فبراير بمقر غرفة الصناعة التقليدية بطنجة اجتماع مشترك بين المكاتب الإدارية لغرف الصناعة التقليدية بجهة طنجة تطوان لمناقشة مشاريع تندرج في المخطط الجهوي للصناعة التقليدية. هذا اللقاء الأول الذي يجمع بين مكتب غرفة الصناعة التقليدية لطنجة وكذلك غرفة الصناعة التقليدية لولاية تطوان ومدير جهوي ومدراء الأقاليم التابعة للجهة، تنفيذا لنقاش كان سابقا مع المدير الجهوي. فكانت هناك مبادرة من غرفة الصناعة التقليدية لتجمع هذه الأطراف خصوصا فيما يخص مشروع ديال المخطط الجهوي للصناعة التقليدية. دونك هذا الاجتماع كيجي في إطار وخلاصة لواحد السلسلة الاجتماعات لتهيئ المخطط الجهوي للصناعة التقليدية. المخطط الجهوي للصناعة التقليدية هو ترجمة يعني محليا لاستراتيجية الوزارة رؤية 2015 اللي كانت توخى من وراء يعني إمضاء واحد برنامج، عقد برنامج مع الفاعلين وجميع المتدخلين على مستوى الجهة لتحديد يعني واحد المجموعة ديال المشاريع يعني بطبيعة الحال بالأولويات، مشاريع اللي تحددت في تقريبا بعض المحاور، ما هو خاص بالبنيات التحتية والهيكلة ديال القطاع بشكل عام. هناك برامج أفقية اللي كتسمى الجهة كلها وكتتعلق أساسا بتحسين جودة العمل وتدخل في سلسلة القيم بحيث من المواد الأولية إلى المنتوج النهائي، إضافة إلى بطبيعة الحال تسويق المنتوج اللي كيشكل واحد العطارة خاصة بالنسبة للمنتوج في العالم القروي. يهدف هذا الاجتماع إلى الاتفاق النهائي على المشاريع المقترحة التي يتضمنها هذا المخطط والدفاع عنها. نتمنى ما يكونش هذا اللقاء أو هذا المشروع بحل المشاريع اللي هي كانت سابقا، مثلا الكتاب الأبيض، ثانيا استراتيجية 2015 واللي هي أوقع فيها خلل بالنسبة للشطر الاجتماعي ديال التغطية الصحية والسكن الاقتصادي والقرى الصغرى المتوسطة. وما يمكنش للصانع التقليدي في الغياب ديال هذا الشطر هذا يمكن له يبدع ولا يمكن له ينتج، لأن الجهة ديال تطوان طنجة هي في البوابة ديال أوروبا. تنتمناو على أن تفتح الأسواق الخارجية للصناع التقليديين بهذه الولاية. اولا اليوم احنا مجتمعين كيتعلق الامر بمناقشه ودراسه المشاريع التي تم اعدادها من اجل ادراجها في مخطط التنميه الجهويه لقطاع الصناعه التقليديه بجهه طنجه تطوان، وهذا مجرد مشروع لحد الان يعني قابل للتنقيح، قابل للاضافه، قابل للحذف، وواحد المجموعه المسائل يمكن الادلاء بالملاحظه فيما يتعلق بها. تبقى هذه المشاريع حبرا على ورق إلى حين أن تخرج إلى حيز الوجود.